طيب يا جماعه في برضو عندي هون صحيح نعمله عدد تفريع تفريع ماشي نهايه عدد تفريع ماشي سين تولى الصفر تنزل سين زائد 2 زي ما هي واحد عدد بده يصير ايش عدد بده يصير عدد طيب لام واحد السين تساوي صفر اذا من صفر لايش لواحد نرجع الجوع يا جماعه بنرجع ايش عفوا من صفر لواحد نرجع الجوع ليش لسالب واحد ليش رجعت الجوع لانه من صفر فبدنا الصفر يجي ايش جهل جهل هاي طبعا عندي برضه فطرتين سين اكبر اصغر سين اكبر اصغر مساواه على اليمين من سالب واحد لصفر من صفر لايش لواحد عوض السالب واحد سالب واحد زائد ثلاث اثنين ثلاثة اذا الصفر طلع تفرع هاي سين اصغر من صفر وسين ايش اكبر من صفر هاي طبعا يمين وشمال وهي ايش يسار نكتب يمين وشمال اذا خلينا نكتب من اليمين صفر من اليمين ايه معايا هسه من اليمين الصحيح شو صار ثلاثة ثمانية وهون نهاية سين تقول لصفر من الشمال سين زائد اثنين من الشمال شو صار يا جماعة اثنين هاي السؤال الجديد إيه. تمام هيك مفهوم مفهوم سين عوض هسه صفر زائد اثنين 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 اس ثلاث ثمانية صفر زائد اثنين 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 اس اثنين أربعة واضح ان النهايتين مالهم مش متساويات معناته النهاية هاي مالها غير موجودة غير موجودة النهاية مالها غير موجودة معي تمام هيك اوكي طيب خلصنا جسم نجي للسؤال هاد حلو السؤال هاد قاف سين يساوي صحيح سين زائد اثنين عندك سين اصغر من او يساوي صفر وعندك هون مطلق سين ع سين وهون سين ايش اكبر من صفر وبقول لك جد نهاية قاف سين لما سين تقول لايش؟ لا صفر. طبعا برضه بدنا نروح في هون ايش؟ صحيح، مش في صحيح؟ وينه الصحيح؟ هيو بدنا نعمل له اعادة تعريف هون، بدي اعمل له اعادة تعريف وين؟ هون خلاص يا جماعة، طبعا هذا هون اللي هو عندك سين تقول له صفر، هون سين مالها؟ أصغر من صفر، يعني هذا الشمال وهذا ايش؟ يمين انتبه عليها الآن، فبكتب نهاية قاف سين لما سين تقول لصفر من وين؟ يمين خلينا ناخذ اليمين الاول اللي هي تعتبر نهايه سين تقول لصفر من اليمين وين من اليمين؟ اللي هي هاي مطلق سين على ايش؟ على سين هاي القاف سين شلتها وحطيت بدلها ايش؟ مطلق سين على سين طبعا هاي بتطلع ايش؟ صفر صفر على صفر بنعوض داخل المطلق طيب صفر على صفر بعوض داخل المطلق برضه صفر بعمل اعاده تعريف من وين؟ من اليمين عاد تعرف من وين؟ يعني من اليمين الإشارة من اليمين راح تكون موجبة نفس إشارة سين يعني بتصير نهاية سين تقول لصفر من اليمين راح تصير سين ع سين سين ع سين تساوي ايش؟ واحد هذه من وين؟ من اليمين معي يا جماعة هيك؟ معي؟ طيب من اليسار بكتب هون نهاية قاف سين لما سين تقول لصفر من اليسار اللي هي تعتبر نهاية سين تقول لصفر من اليسار اللي هي صحيح سين زائد اثنين مظبوط هيك مش هاي صفر من اليسار لام تساوي واحد لام وسين تساوي صفر لام تساوي واحد سين تساوي صفر بكتب هيك من صفر لواحد وعندك مين سالب واحد سين اكبر اصغر سين اكبر اصغر مساواه من سالب واحد لصفر من سالب من صفر لواحد عوض السالب واحد اي واحد السالب واحد زائد اثنين واحد وهون ايش؟ اثنين هو بده صفر من وين؟ الشمال وين صفر من الشمال؟ اللي هو سين اصغر من صفر شو قيمة الصحيح بتصير؟ واحد يعني هاي بتصير نهاية سين تقول للصفر من الشمال نهاية مين؟ الواحد ايش بتطلع؟ واحد نهاية الواحد ايش؟ واحد اذا النهاية معايا ولا تخربطنا؟ طيب هون واحد وهون ايش؟ واحد معناته النهاية هي ايش تساوي؟ برضه تساوي واحد، النهاية موجودة وتساوي واحد وتساوي واحد. ما يا جماعة؟ فهمتوها؟ ضل عندنا الآن السؤال اللي هو وين في الكتاب؟ حطه فيها. هسا ناخذه اللي هو تاع
النهاية موجودة والنهاية غير موجودة. النهاية موجودة والنهاية غير موجودة. موجودة وغير موجودة. سؤال سهل جدا يعني. ما بده إشي. ها. النهاية موجودة وغير موجودة. سهل يعني ما بده كلام كثير. ويقول لك جد قيمة ألف ومش جد قيمة ألف. والشغلات. اللي هو السؤال هذا شوفوا السؤال هذا يا جماعة احكي لك قاف سين انتبه علي قاف سين يساوي صحيح 2 ناقص سين وبيحكي لك اجب عن كل مما ياتي جد قيم الف رقم واحد احكي لك جد قيم الف التي تجعل النهاية غير موجودة التي تجعل نهاية قاف سين لما سين تقول إلى ألف غير إيش موجودة ورقم اثنين كمان بيحكي لك برضو جد قيم جيم جد قيم جيم التي تجعل النهاية تساوي سالب واحد التي تجعل نهاية قاف سين لما سين تقول إلى جيم تسوي إيش سالب واحد انتبهوا معي الآن هذا سؤال سهل جدا إحنا بس نشوف هيك ألف وجيم واحد برتب هذا سؤال وهذا سؤال هذا غير هذا هذا غير هذا خلاص بس هو الحل على نفس القصة طبعا قاف سين يساوي 2 ناقص سين صح هذا إيش أكبر عدد صحيح شو بده؟ إعادة تعريف طيب الحل إيش بنعمل؟ إعادة تعريف طيب مش عارفين من وين لوين خلاص أنت عمل إعادة تعريف وتوكل على الله لام إيش تساوي؟ واحد سين شو تساوي؟ سين تساوي صفر بعمل إعادة تعريف من وين لوين؟ من وين لوين؟ مش عارف تقول لي إيش؟ مش عارف تقول لي ألف وتقول لي لجيب خلاص أعمل لك شوية هيك وتوكل على الله ماشي؟ عندك من وين مثلا؟ من صفر لواحد من واحد لاثنين من اثنين لثلاث ومن هون خليه عندك مين كمان؟ سالب واحد سالب واحد خلاص بيكفوا هذا وقت تحط سين اكبر اصغر سين اكبر اصغر سين اكبر اصغر سين اكبر خلاص بيكفوا هذا وقت اي مساواة؟ الشمال هاي همشي تزعلوش من سالب واحد لصفر من صفر لواحد من واحد لاثنين من اثنين لثلاث عوض الصفر اثنين ناقص صفر اثنين بعدين واحد بعدين صفر بعدين سالب واحد سالب واحد طيب هذا مين قاف سين صح طيب وفي طبعا من هون ممكن تعمل اعاده تعريف هيك واعاده تعريف من جهه ايش من جهه هاي برضه يعني مفتوح من جهتين هيك وهيك احنا اخذنا شويه في النص طيب الآن يا جماعة بدوا النهاية مالها غير موجودة طيب هذا اقتران الأكبر عدد صحيح لما بنعيد تعريفه متى النهاية بتاعته بتكون غير موجودة بتكون غير موجودة عند نقط التشعب عند نقط إيش التشعب اللي هم مين نقط التشعب هون اللي هم مين يا جماعة اللي هم هدول اللي بيجوا عند التشعب اللي هم هدول السالب واحد والصفر والواحد هما نفسهم صفر الواحد الاثنين الاثنين الثلاث هذول التشعب هذول ليش؟ لانه مثلا هاي السين اكبر من صفر، صفر من اليمين واحد صفر من الشمال اثنين نيجي عند الواحد، واحد من اليمين صفر واحد من الشمال واحد، دائما نقط التشعب هاي النهايه اليمين تختلف عن نهايه الشمال ايش ملاحظين في نقط التشعب هاي اللي هي سالب واحد صفر واحد اثنين ولو طلعنا لفوق سالب اثنين سالب ثلاث واحد اثنين ايش الاعداد هدول؟ اعداد مالها هاي؟ صحيحة اعداد ايش؟ صحيحة اذا عند الاعداد الصحيحة النهاية بتكون ايش؟ غير موجودة موجودة عفوا معناته النهاية نهاية قاف سين غير موجودة لما سين تقول لعدد ماله؟ صحيح معناته الف شو؟ عدد صحيح اذا الجواب الجواب ألف يساوي عدد ايش صحيح
ماشي هيك يا جماعة. ألف يساوي عدد صحيح أو ألف نكتب بسالب واحد أو ألف ينتمي لصاد وصاد مجموعة الأعداد الصحيح. ممكن تكتب هيك. واحد تاني ممكن يكتب هيك. ألف يساوي صفر واحد اثنين سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث. طب بينفع تكتب ما لا نهاية؟ ممكن تكتب زي هيك. بينفع تكتب سالب ما لا نهاية موجب ما لا نهاية سالبة؟ ماشي يا جماعة. لا لا ما بي. لا ما نهاية. مفهوم هاي كيف؟ يبقى هذا الاقتران، هذا الاقتران لما عملنا له إعادة تعريف واضح ان النهاية بتكون غير موجودة عند نقط التشعب او التبرع او التحول اللي هي هاي النقط. طب ايش هدول؟ صفر سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث صفر واحد اثنين ثلاث. هدول الاعداد الصحيحة. معناته ألف هذا لو كان عدد صحيح النهاية بتكون ايش؟ غير موجود. طيب هاي ألف. هسا بحكي لك جد قيم جيم التي تجعل النهاية تسوي كام؟ سالب واحد. وين هاي النهاية تساوي سالب واحد؟ اللي هي أول شيء. اللي هي وين؟ أول شيء. اللي هي هاي السالب واحد. هاي السالب واحد. تجعل مش النهاية هون تساوي سالب واحد؟ صح يا جماعة ولا لا؟ النهاية هون شو تساوي؟ سالب واحد. طب مين الأعداد اللي بتطلع نهايتها سالب واحد؟ اللي هي من وين لوين؟ من اثنين لثلاثة. بس اثنين مش معانا وثلاثة مش معانا كمان. ليش؟ لانه الاثنين والثلاث بتطلع نهايتهم مالها؟ غير موجودة. معناته جيم تنتمي الى اثنين وثلاثة. طبعا هاي فترة اثنين مفتوحة وثلاثة مفتوح. ليش؟ لان اثنين وثلاثة مش دخلة معانا. مش دخلة معانا. بس هاي جيم جيم تنتمي لاثنين وثلاثة. اي عدد بين الاثنين وثلاثة راح تطلع نهايته كام؟ سالب واحد. فهمتوها يا جماعة؟ مفهومة كيف الطريقة هاي؟ أكيد 100%. فهمتوا هذا السؤال؟ أه؟ طيب هذا يعني فكرة، يعني فكرته لحد الآن وأكبر عدد صحيح. وما فيش عليه طبعا أسئلة كتير هون في الـ هون في الهات في الدرس هات. أكيد أسئلته أكتر إشي، أهم إشي لما راح نأخذ إن شاء الله الاتصال. أكبر عدد صحيح أهم إشي لما نأخذ الاتصال. ها هل عندك سؤال؟ لا. ها؟